على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هكذا تتواصل الانطلاقات شوطا تلو الآخر، معركة هنا مستمرة وإثارة ومنافسة شوطا تلو الآخر. تعلن انطلاقة هذا الشوط الذي خصص للجعدان، ناخذ مقدمة الشوط وناخذ المركز الأول مشاهدينا الكرام. هناك الحاضر سياف للسيد حمد بن سالم المحرمي يتواجد على المقدمة وعلى البداية، المركز الثاني يتواجد مشاهدينا الكرام الحاضر لواء الدرع ناصر بن عبد الله الوهيبي، بينما المركز الثالث شاهين علي بن سعيد بن خليف على المركز الثالث، والمركز الرابع عبد الله بن نايد بن مسلم بالزفنة. ولكن نعود إلى الصدارة مع المحرمي ليقود البداية، يقود المركز الأول مندفع بناموس هذا الشوط، يقود صدارة هذا الشوط بهذا التواجد بدون أي أوامر. العصاب الأبطان يقود السرب، يقود البداية، يقود المسار كما تشاهدون. العصاقوس أشكرك يا أبو سالم، أشكرك حمد بن سالم المحرمي. بدأت الإثارة، اقتربت الأسماء، وصول الوهيبي، وصل الوهيبي، تحرك الوهيبي، طار طار طار، الدرع 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 على المقدمة، اسم قادم اسم قادم، واصل شاهين لمحمد بن صالح القيلاني، ولكن مقدمة الشوط ها هو الدرع، ها هو الدرع، لله درك لله درك يا ناصر يا بن عبد الله يا الوهيبي يا الوهيبي، موهبة الانتصار، موهبة الناموس، الدرع هو بطل هذا الشوط ما شاء الله. هذه النهاية المميزة، المركز الثاني وصل في مشاهدينا الكرام 159 اعتقد لمحمد بن صالح القيلاني، المركز الثالث وصل في مشاهدينا الكرام لسيد حمد بن سالم المحرمي. التوقيت دقيقتين 17 ثانية، تهانينا والناموس ناصر بن عبد الله، او ايضا 16 ثانية على العموم، دقيقتين تهانينا لسيد ناصر بن عبد الله الوهيبي.